وعلى هامش المعرض التقى صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان سعادة السيد مايكل ميلر مدير وكالة التعاون للأمن الدفاعي الأمريكية ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوه الدفاع البحرين بسعاده مدير وكاله التعاون للامن الدفاعي الامريكيه مشيدا معاليه بالعلاقات التاريخيه الراسخه والصداقه المتينه بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه